الحل عن الـ 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 الافكار يعني. هل بتدخلوا على الانترنت بتجيبوا افكار ولا انتوا من وحي خيالكم؟ لا، في حاجات يعني انا اجيب الفكره الاساسيه من على الانترنت وانا انفذها بطريقتي. لازم يبقى فيها، ما اقدرش اعمل كوبي ابدا من حاجه. يعني انا شفت حاجه خشب، انا هقدر انفذها ازاي؟ ده بقى بالنسبه لي التشالنج، ان انا اقدر اغيرها. ان انا احط فكرتي مع فكرتها، مع تحط التاتش بتاعك زي ما بيقولوا بالظبط. اوكي. واحنا دايما بنحب نحط التاتش بتاعنا قوي، يعني اقول لها ده مش ايمان، ده مش عائشه، تقولي خلاص ابعدي نشيله. اي انتوا ليكوا ستايل او ستايل، واحنا حابين نعمل لاين نمشي فيه. حتى في الويدنج انا حابه يبقى لما تخشي ويدنج تعرفي انه ايمان وعائشه هم ده اللي عملوه. ايه بتعملوا ايه في او احدث حاجات بقى في الويدنج، في الافراح والخطوبه؟ الويدنج والافراح الناس عامه متعوده على فكره الجلامرس، اللي هو حاجه النجف والحاجات الجولد قوي. انا حابه انه الويدنج لا، انا عايزه اقلب الحاجات الفانتج الودي، اللي هو كانك داخله فرح في غابه، اللي هو خشب مع ورد خفيف من تحت. بس ده ينفع حتى لو معمول في قاعه؟ مش بنحاول ننفذه في القاعات، وده التشالنج اللي احنا شغالين عليه قريب، ان انت قاعه متقسمه انه ويدنج ترابيزات سنتر بيس في النص. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه احس ان انا دخلت مكان مختلف، كانك دخلتي جاردن بس انت جوه قاعه. بس انت اندور.